لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، علشان نستفاد من الفيديو قبل ما نتكلم في أي حاجة، مش هقولك اضغط لايك واشترك في القناة، أكيد انت هتعملها، ولكن هقولك انزل صل على النبي في خانة التعليقات أسفل الفيديو. عايز الناس كلها اللي دخلت على الفيديو ده تصل على النبي، والله ما تخسر حاجة، حتى تشهد أصابعك يوم القيامة أنك صليت على النبي. ويلا بينا على الفيديو. من منكم يتذكر المنشط والمقدم والممثل نافع الجندي؟ كان يقدم حصة آخر كلمة وحصة الصراحة راحة، وشارك أيضا في مسلسل كلوب في صراع بدور طارق. يوم كان للمذيع والصحفي كاريزما وأخلاق ومهنية. يوم كان للمذيع والصحفي كاريزما وأخلاق. كان آخر ظهور له على شاشة التلفاز سنة 2008، ومنذ ذلك الحين ابتعد نهائيا عن هذا المجال. شاء الله أن يلتقي به أحدهم ليعلم منه أنه واصل دراسته في الطب، وهو اليوم طبيب أطفال، يمتلك حاليا عيادة طبية ببوشاوي في الجزائر العاصمة. وقد زاده الله من نعمه أن أصبح إنسانا متدينا جدا، يبرع في التكلم بالفصحى وأخلاقه عالية ومتواضع، يقتدي بسلفنا الصالح ما شاء الله حفظه الله من كل سوء وأصلحه وأصلح به، وربنا يهدينا كلنا. من هو نافع الجندي؟ نافع الجندي صحفي ومقدم إعلامي ومقدم برامج، يحمل الجنسية الجزائرية، حيث يتمتع بأسلوب عرض مميز لجذب ملايين الأشخاص لمتابعته من مختلف الدول العربية، مما جعل هذا الأمر اسما لامعا في الوطن العربي وتحديدا الجزائر. وهو من أشهر الصحفيين والإعلاميين الذين نالوا شهرة وشعبية كبيرة في الحصول على البرامج التلفزيونية التي شارك من خلالها في القنوات الإعلامية الشهيرة في هذا الوقت، حيث نذكر لكم من خلال هذا الفيديو كافة المعلومات والتفاصيل عن الصحفي الجزائري نافع الجندي. نافع الجندي صحفي جزائري الجنسية من مواليد 1980، قدم العديد من البرامج التلفزيونية الرائعة، وكان من أبرز هذه البرامج التي قدمها برنامج الصراحة راحة، وحيث يعتبر هذا البرنامج برنامج رمضاني يقدمه الإعلامي في شهر رمضان المبارك، ويستضيف من خلال هذا البرنامج العديد من النجوم والممثلين والفنانين. ومثلما استطاع نافع أن يحصل على قاعدة جماهيرية كبيرة ومكانة خاصة في قلوبهم، يعتبر نافع الجندي من أشهر الصحفيين والإعلاميين الذين حققوا العديد من الإنجازات والنجاحات في مجال عملهم، حيث أنه صحفي وإعلامي جزائري رائع حقق العديد من الإنجازات في هذا المجال، ويبرز أيضا على المستويين المحلي والدولي من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأعمال والبرامج المختلفة. نافع الجندي من الشخصيات التي حظيت من متابعيها ومعجبيها من جميع أنحاء الوطن العربي لما تتمتع به من خبرة واسعة وكفاءة عالية في المجال الإعلامي. ويعتبر نافع الجندي من أبرز الشخصيات الإعلامية في الوطن العربي، والتي برزت بشكل كبير في العمل الصحفي من خلال تقديم أفضل البرامج المتنوعة بأسلوبه اللبق والجريء والمهني، حيث استطاع بجدارة أن يحقق له قاعدة جماهيرية كبيرة
ومكانة مميزة في قلوبهم، كما استطاع خلال مسيرته أن يحصل على شهرة كبيرة على المستوى العالمي. وحيث نضع لكم بعض المعلومات عن الصحفي الجزائري نافع الجندي. الاسم نافع الجندي، تاريخ الميلاد 1980، مكان الميلاد مولود في الجزائر، العمر يبلغ من العمر 42 سنة، الجنسية يحمل الجنسية الجزائرية، بلد الإقامة الجزائر، الديانة الإسلام، الحالة الاجتماعية متزوج، اسم الزوجة غير معروفة، اللغة العربية، المهنة صحفي ومقدم. وزي ما قلنا لكم يا جماعة، نافع الجندي كان آخر ظهور له على شاشة التلفاز سنة 2008 ليكمل دراسته في الطب، وهو الآن طبيب أطفال. لقد أصبح إنسان متدين جدا ما شاء الله تبارك الله. نافع الجندي لديه مجموعة كبيرة من الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي لها الآلاف المتابعين من جميع أنحاء العالم العربي، حيث يحاول كثير من الناس الوصول إلى كافة معلومات الصحفي والصحافي الجزائري الكبير نافع الجندي. وحيث يمتلك الصحفي الجزائري نافع الجندي حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وبس كده يا جماعة، نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم. ولو أنت لحد دلوقتي ما صليتش على النبي، مستني إيه؟ انزل بسرعة صلي على النبي زي ما قلتلك في بداية الفيديو، علشان أنت تكسب حسنات وإحنا كمان نكسب حسنات، وحتى تشهد أصابعك يوم القيامة أنك صليت على النبي. ونشوفكوا الفيديو الجاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.